وعيد الحب هو العطف على الوالدين، العطف على الوالدين لانهم هما الورده الاولى، فهمتيني؟ الورده الاولى ديال هاد الشباب اللي ضيع. راه بزاف بنادم ولا كيقشل، ما بقاش عيد الحب هذا، ولا عيد خر. الفالونتين وكما يقول العرب بعيد الحب، ما كنعترفوش به، ماشي في الديانه ديالنا. حنايا كنمشيو على العادات والتقاليد ديالنا القدام، عادات جدودنا وعادات الاباء ديالنا اللي هما كيسرو كيعيشوا واحد اللحظه ومن البدايه، واخا ما كيكونوش هما على علاقه من البدايه، مي الله سبحانه وتعالى كيعاونهم. علاش؟ حيت كنلاحظوا شحال من علاقه ديال الحب وكتنتهي في الاخر في المحاكم. حيت الحب حنا، حيت الحب حنا، حنا اللي خرجنا الحب. الحب عندنا في الديانه ديالنا، الحب طالع معانا، ما خصناش نحتفلوا به، حيت هو ديما عندنا، ديما عندنا وديما معانا. واللي بغى يحب يحب مو ويحب به، فهمتيني؟ اللي بغى يحب يحب مو يحب به، ولا بغى يحب شي مراه تكون جديره جديره بالحب. لا راه عيد الحب هو حب الله، فهمتيني؟ الخوت والخواتات كيبانوا لك كلهم ما بقاوش هنايا، بحال هما هنا في المغرب وما كاينينش، بحال هو لحمن، فهمتيني؟ كنهضر معاك بالقانون، ماشي كنهضر معاك بشي حاجه. كتلقى الخيال ديالو هو لحمن وكيبان الخيال ديالو بحال مات. شي اللي بغيت نقولك، بحال هاد السيد هذا اللي قارحوا القلب ديال الله عليه، هادشي هذا، هادشي اللي بغيت نقولك، وهادشي اللي بغيت نوصل لك. هذا هو عيد الحب، هذا هو عيد الحب. حيت عيد الحب ديما كتكون فينا النهايه ديالو 3 مليون خاص تعطيها للمراه، فينا هو عيد الحب. راه ولا عيد الخساره، هذا عيد الضياع، عيد الظلم هذا. الله يسهل علي، الله يجيب لي شي ورده. واستنى جديره بالحب، باش الانسان ما يطراش شي معاناه. حيت الحب، اش نقول لك، طيح اكثر من النايت الصراحه. في الحب طيح اكثر من النايت. هذا حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.